أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وكنت عليهم شهيدا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء صدق الله العظيم.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.